وصلنا على فقرة يمكن كتير مهمة وكتير بتهم الناس يلي كانوا مشاركين بالمعرض وكانوا زوار للمعرض مبارح. أكيد ليا، بالعودة لأخبار المعرض مبارح، شهد طريق الذهاب والإياب ازدحام شديد نتيجة الإقبال على زيارة المعرض، والإخبارية السورية واكبت حالة هالازدحام. نتعرف أكثر على تفاصيل المواصلات النقل معنا عبر الهاتف الأستاذ راتب عدس، نائب محافظ ريف دمشق. يسعد صباحك. تفضل يا ميم، نشوف ناخذ الله. صباح الو. الخير. صباح الخير استاذ. يسعد صباحك. صباح الخيرات استاذ راتب. يعني امبارح كان مشهد فظيع، كان مشهد بيرد الروح، يعني اعداد هائله من الناس، غير متوقع يمكن قدوم هذا العدد، ازدحام شديد كان على الطريق الذهاب والاياب. خلينا نحكي يمكن عن تفاصيل هيدا الازدحام يلي صار، وهل كان من المتوقع وجود هاي الاعداد؟ يمكن حسب وكاله سانا اكثر من 800 الف زائر كان موجود بالمعرض. طبعا هو بدايه يسعد صباحكم، صباح الاخوه المشاهدين، وبوجه التحيه لاهل سوريا وشعب سوريا اللي مؤمن بقيادته، مؤمن بجيشه، مؤمن بقوه بلده واصراره على الحياه. نعم. طبعا مثل ما هو شعار معرض دمشق الدولي، نبض الحياه، يعني دمشق نبض الحياه، سوريا نبض الحياه. لاحظتوا من خلال متابعتكم اليوم، يعتبر امبارح يوم الجمعه هو اليوم الاول لمعرض دمشق الدولي، لانه اليوم الخميس كان الافتتاح الرسمي، ولاحظتوا من خلال تغطيتكم الاعلاميه كيف كان في اقبال حتى يوم الافتتاح الرسمي، رغم انه الدعوات كانت محدده بسبب الاعداد الكبيره من الضيوف الرسميين وخصوصا من الدول المشاركه في معرض دمشق الدولي. نحن حسب التوقعات وبالتنسيق ما بين طبعا وزاره الاداره المحليه ومحافظتي دمشق وريف دمشق، كان المتوقع انه يكون الزائرين بحدود ال 100 لل 200 الف نسمه لكامل المعرض باليوم الاول، لكن التوقعات كانت خارج اطار الواقع. التوقعات صدقا انتم تابعتوا كاخباريه والفضائيه السوريه والفضائيات والاذاعات تابعت من الميدان على الواقع، بدءا من جسر السيد الرئيس كيف كان اقبال الناس. احنا الدعوه كانت الموجهه للمواطنين انه خط السير حيكون بدءا من الساعه الخامسه مساء وحتى الساعه العوده الساعه 11 ليلا، لكن اللي تفاجئنا فيه امبارح انه المواطنين الناس الاقبال من الساعه الثالثه ظهرا، وبالتالي بتكليف من السيد وزير الدار المحليه والساده المحافظين محافظ دمشق وريف دمشق، كلفنا نائب محافظ دمشق ونائب محافظ الريف مع عدد من اعضاء المكتب التنفيذي من المحافظتين، وانطلقنا الى المواقع وبالتنسيق مع وبحضور مدير الشركه العامه للنقل الداخلي، تم تسيير القوافل، لكن نتيجه الضغط تم استنفار كل الخطوط العامله على خطوط النقل الداخلي في دمشق. نعم. سواء شركة ملوك أو هرشو أو شركة عز الدين أو غيره، جميع الشركات الموجودة والعاملة تم تسخيرها لعملية النقل. كان في زحف، كان في زحف جماهيري غفير امبارح، يعني كان في أعداد هائلة، يعني في كثير من الناس كانوا عم يوجهوا بعض الشكاوى إنه ما كان في وسائل نقل كافية. يعني كنا عم نتابع حتى بالميدان، انتهينا من دمشق ووصلنا الى معرض دمشق الدولي الساعه 8:30، ونسقنا مع الجهات المعنيه في معرض دمشق الدولي ومع شركه النقل الداخلي ومع شرطه المرور المستنفره، بوجه له التحيه للجميع، بموقع معرض دمشق الدولي لتسهيل عمليه الدخول للاليات. لاحظت من يتابع ان الاليات وصلت حتى الجسر الثاني، جسر عقربه يوم امس، يعني الساعة 10:10 والناس لسه تزحف من دمشق باتجاه معرض دمشق الدولي. طبعا هذه الآلية باعتبار اليوم الأول هو يوم كان يعني غير طبيعي، تم اليوم إن شاء الله حيكون أفضل بفتح مسارات جديدة، فتح مسارات
استاذ راتب. أيوة يعني نعم استاذ راتب، يعني امبارح شفنا يمكن ناس راجعين مشي على طريق المطار، ناس اجوا بالباصات ورجعوا بشاحنات كبيره كثير، وايضا شفنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت هي الصوره. اليوم شو بدنا نقول للناس يلي حابين يطلعوا اكيد بالباصات يلي مأمنين لهم اياها من جسر الرئيس، بما انه اليوم يمكن كمان رح يكون في مشاركه واسعه؟ اليوم تم استدراك الاعداد اللي تم اشتراكها يوم امس لثلاث اضعاف. نعم. اضافي تم توجيه الوحدات الاداريه ان البلديات المحيطه بطريق المطار بدءا من امبارح، يعني امبارح نتيجه الضغط اللي شفتوه بمحيط مدينه المعارض وعلى طريق المطار، تم تكليف كل رؤساء البلديات والمدن المحيطه بمدينه المعارض مع الحرجلي مع الكسوي باستنفار كل الميكروباصات العائده للمواطنين، ولاحظتوا امبارح الضغط وتم استدراك الضغط وتم تنفيذ الحاله الاسعافيه يوم امس. اليوم ان شاء الله في متابعه ميدانيه من قبل الساده المحافظين والسيد وزير الاداره المحليه ومدير شركه النقل الداخلي واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظتين مع المدراء المعنيين، لنحاول بوقت مبكر. يعني امبارح مثل ما قلنا نحن كان متوقع الذروه تكون ما بين الساعه الخامسه حتى الساعه السابعه مساء، لكن من يتابع طريق المطار امبارح بيلاحظ انه حتى الساعه العاشره وربع الناس لسه متجهه باتجاه مدينه المعارض. صحيح. الكاميرا الاخباريه السوريه كانت هذه الحاله انا بعتبرها حاله صحيه، والعكس يعني حاله ايجابيه وحاله صحيه لانه الاعداد صعبه الوصف. طيب اوقات يعني النقل اذا فينا نقول يعني الاوقات اذا فينا نحكي عن الاوقات، كانت اوقات النقل بين الخمسه والسبعه المساء، في اوقات جديده نحن كان بين الخمسه والسبعه لكن بدانا من الساعه الثالثه والربع ظهرا. تمام. يعني اول قافله الساعه الثالثه والنصف بالضبط تم تسيير 15 باص قافله واحده من جسر السيد الرئيس، تلاها شرطا قافله اخرى 10 باصات، وبعد تتالت القوافل وتم قامت شركة النقل الداخلي باستنفار كافة الباصات العاملة في مدينة دمشق لتسخير هذه العملية. لكن مثل ما ملاحظين يعني ضبط الحالة وحركة الناس ليس بالأمر السهل على جهات المرور. صحيح. شرطة المرور يعني فرعي المرور في دمشق وريف دمشق بكل كوادره وضباطه وعناصره وآلياته مستنفرة لهذه المهمة. نعم. طبعا امبارح كان في متابعة برئاسة السيد معاون وزير الداخلية وقوات شرط دمشق وريف دمشق ورؤساء فروع المرور ميدانيا، ولاحظوا وين في ثغرات على الطريق لاستدراك اليوم ليكون في سهولة، وإن شاء الله اليوم نحن بدنا يعني نتوقع كمان شغلي أنه يوم مبارح واليوم يومي عطلة والناس متعطشة، يعني امتحانات ما في، خلصت الامتحانات شهادات الناس متعطشة، انتهاء فترة الصيف يعتبر آب يعني. صح. متعطشة شيء لتزور معرض دمشق الدولي بعد توقف خمس سنوات. نعم. يعني شفتوا مدينة المعارض من الداخل امبارح، يعني إذا لاحظتوا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى البعثات الدبلوماسية والسفارات يعني امبارح إذا لاحظتوا على وسائل التواصل كيف انتشر زوار من فرنسا فرنسيين وكيف زاروا معرض دمشق الدولي بأعداد كبيرة، وكيف كانوا واقفين على باب مدينة المعارض وعم بيغنوا ويهتفوا. صحيح. باللغة الفرنسية. نعم. هذا دليل مسرورين يعني الأمن والأمان. نحن حتى بالافتتاح الرسمي كان ممثلي البعثات الدبلوماسية كان أعدادهم كبيرة كثير. نعم. يعني صدقا كان في عبء على منظمي حفل الافتتاح. نعم. عبء غير طبيعي من حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية، يعني الدعوة موجهة فرضا للملحق التجاري والسيد السفير، لكن بتحسي السفارة كلها حضرية. نعم. ولاحظتوا من خلال متابعتكم الإعلامية العدد الكبير الرسمي اللي كان حضران، وامبارح إن شاء الله يعني هي تجربة نحن وإن كانت مرهقة شوي لكن كانت ممتعة. وأكيد في جهود كبيرة. وسائل التواصل حطت بعض وسائل نقل، هذا الأمر شيء طبيعي جدا. الأهالي حتى القريبة من طريق المطار اللي عنده واسطة نقل شغلها ومجانا للناس. أكيد هي حالة صحية.
أنا بعتبرها حالة صحية أكيد. ونحن كجهات حكومية بنعتبرها حالة صحية. أكيد حالة صحية. تفاعل المواطن. أكيد أكيد ونحن عم نحاول نوصل صوت المواطن لإلكم. في كتير من الجهود الكبيرة اللي قمتوا فيها، جهود كتير كبيرة ومضاعفة، جميع القطاعات والمؤسسات والوزارات يمكن كانت مستنفرة على مدار الساعة. أكيد بنوجه لكم تحية كتير كبيرة على المجهود الكبير اللي قمتوا فيه. وطبعا هذا نحن ما بننسى دور الإعلام السوري اللي غطى ما قبل الافتتاح، يعني هالتغطية اللي وصل الصوت السوري بنحتقول لكل دول العالم. يعني أنا اللي لاحظته مبارح من خلال متابعة طريق المطار أنه هناك بولمانات أتت من عدد من المحافظات السورية. طبعا هذا نحن ما كان بالحسبان أنه والله باليوم الأول أنه يكون في حضور من بقية المحافظات. يعني احنا متوقعين باليوم الاول يكون ابناء دمشق وريف دمشق هن الزائرين الاوائل، لكن انه من بقيه المحافظات صدقا، وهذا كان ممتع لنا وان كان في شكل ضغط. البولمانات اللي دخلت كمان تعرفي انت حجم البولمانات، يعني نحن من ضبط السيارات والاليات صار الوقوف على اطراف الطريق حتى على طريق المطار على ارتال متعدده، والناس صفت سياراتها واتجهت باتجاه مدينه المعارض سيرا على الاقدام. نعم. حتى الأطفال يعني مبسوطين مستمتعين بهذه الإزدهار. هذا شكل عائق أمام البولمانات وباصات النقل الداخلي اللي توجهت باتجاه مدينة المعارض. نعم. لكن هذا الأمر إن شاء الله حيستدرك اليوم بإذن الله. أستاذ راتب، أكيد نحن بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر كل الجهود المبذولة، والازدحام صار مبارح هو ازدحام نصر أكيد، وبدنا نوجه تحية لكل الناس ونقول لهم اليوم وكل أيام المعرض، المعرض فاتح أبوابه لكل الناس ليجوا، وأكيد مأمنين الذهاب والإياب على أكمل وجه. شكرا كثير لجهودكم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ راتب، شكرا لكم، شكرا كثير لك نائب محافظ ريف دمشق، شكرا كثير لك.